الفيديو ده يا شباب هسجله ان شاء الله عن استنتاج المسقط الثالث. الرسمتين اللي قدامكم دول مسقط رأسي ومسقط جنبي، مكتوب هنا تحت لازم هو بيكتب لك في الامتحان يوضح لك المساقط دي اسمها ايه، فرونت فيو وليفت فيو. طبعا فرونت فيو ده مسقط الرأسي او بنسميه خلاص الاليفيشن، وليفت فيو يعني هو باصص على المنظور من ناحية الشمال وحطه في ناحية اليمين. انا دلوقتي اللي قدامي الرأسي والجنبي عاوز استنتج المسقط الافقي. اول حاجة في الاستنتاج انت بتعملها دايركت في الامتحان انك انت تحط البلوكات بتاعت المساقط، يعني اول ما هتبدأ شغل هتبدأ تقسم اللوحة ويبقى عندك خلاص الارتفاعات اللي بالنسبة لك المطلوبة، الارتفاع ده موجود عندك البعد بتاعه، وعندك عرض الرأسي وعندك عرض الجنبي، تقدر تحط البلوك بتاع مين الرأسي والبلوك بتاع الجنبي والبلوك بتاع الأفقي اللي هو هيبقى مماثل لعرض الرأسي والارتفاع بتاعه اللي هو نفس ارتفاع المسقط الجنبي. تعالى خلاص نشوف احنا هنعمل ايه. دلوقتي هنشتغل خطوة خطوة. هبدأ اخد احط البلوك بتاعي بتاع مين بتاع المسقط الأفقي. ده أول عملية في الاستنتاج انت المفروض بتشتغل بيها. ده طبعا هنقله بحيث ان هو يبقى محاكي للشغل بتاعنا. طبعا انت مش هتبقى عندك المشكلة دي، انا بحاول اشتغل معاك خطوة بخطوة. كده عملنا البلوك اللي انا هرسم فيه التوب او البلين او المسقط الافقي. المفروض ان العرض بتاعه ده خلاص يبقى زي ده 40، والارتفاع بتاعه بالظبط زي العرض بتاع الجنب. ودي اول خطوة في الاستنتاج. زي ما تعودنا ده لازم اقرأ الرسمة. تعال نشوف المسقط الرأسي ايه اللي موجود فيه. في عندك الجزء ده اللي هو موجود عندك ده الاسقاط بتاعه. طيب انت عندك هنا في خلاص زي تجويف جوه، ايه اللي عرفني ان هو تجويف؟ ان الجزء ده فاضي مفيش خط هنا، فده بالنسبة لي تجويف. لما تيجي تتابع هنا الاسقاط بتاعه هتلاقيه خط النقط ماشي من الاول للاخر، يبقى ده تجويف ماشي معاك في الرسمة من الاول لحد الاخر. طب الجزء ده فين اسقاطه؟ اهو هنا. الجزء اللي فوق لما تيجي تتابع الاسقاط بتاعه ادي اقصى ارتفاع ليه، والدايرة ديت الاسقاط بتاعها دي نص دايرة، الاسقاط بتاعها ايه خط النقط زي ما انت شايف. طيب عشان ابدأ اعمل اسقاط، خلي بالك لما باجي استنتج المسقط الافقي اللي يهمني، كل اللي يهمني في المسقط الرأسي والجنبي الخطوط الافقية فقط، ماليش دعوة باي خط رأسي. الخط الرأسي ما بيعمليش حاجة في الاستنتاج، يعني ما بيساعدنيش في حاجة. يبقى انا لازم اشوف الخطوط الافقية في المسقط الرأسي، يعني ده خط افقي ده خط افقي ده خط افقي ده خط افقي، اللي هنا خط افقي ده خط افقي، كذلك الافق اللي في الجنب المماثل ليه في الجنب اهو الخطوط الافقية دي. الخطوط الرأسية ماليش دعوة بيها. طيب لما اجي انا طبعا عشان استنتج الافقي ببص منين؟ ببص من فوق. اول خط افقي هيقابلني الخط ده، فين اسقاطه يا شباب؟ او اسقاطه هنا، ده الخط ده اسقاطه هنا. طب انا بعمل ايه بالمسطرة بتاعتك والمثلث بتاعك؟ فوق المسطرة هننزل خطوط. انا هاخد الخط ده دلوقتي واروح منزله هنا كده، من هنا كده خط اهو كده. يبقى انا عملت ايه كده؟ يبقى انا حددت الاسقاط بتاع ده، الاسقاط بتاع ده المسافه بتاعته ده كده العرض بتاعه. بس انا مش عارفه هو هياخد الرسمه من اولها للاخر، ولا هيجي هنا ولا هيجي هنا ولا هيجي. مين اللي حدد لي الجنب؟ اجي ابص على الجنب واخد المسافه بتاعته كام؟ 16. يبقى اللي انا نزلته ده المفروض يبقى طوله 16. هفترض ان هو طوله 16، اعمل ايه؟ اروح قافله، اخد الخط كده واروح قافله المستطيل بتاعي كده. يبقى انا عملت اول جزئيه الاسقاط، عملت جزء الاسقاط ده. نفس الحكايه اللي انا عملتها هنا هعملها هنا. ده خط، ده برضو الخط ده خط افقي، ده اسقاطه بدايته هنا ونهايته، هنزل خط هيبقى نهايته هنا. هجيب الخط بتاعي واروح منزله كده، ادي الخط بتاعي. ولو بصيت على الجنبي هتلاقيه برضو هو واخد كام؟ 16. ما هو ده الاسقاط الوحيد، يبقى ده مسافته هتبقى كام؟ 16. طيب علشان بس انا نسيت ال 16 دي، واحد يقول لي طب ما انا هقيس ال 16 من تحت،
اللي خلينا قسم من فوق. قال له طبعا هو غلطان. ليه؟ لان احنا اتفقنا من الاول ان النقطه دي في المسقط الجنبي هي نفسها دي في المسقط الافقي، والنقطه دي في المسقط الجنبي هي النقطه الاخرانيه هنا. وبالتالي لما اجي انقل البعد 16 دي هي نفسها دي، لما انقل البعد 16 هنقلها من هنا لحد تحت مش من تحت، لان لو نقلتها من تحت يبقى انا كده بتعامل مع المنطقه دي، علشان اتعامل مع المنطقه اللي هي 16 يبقى ابدا من هنا. هاخد الخط بتاعي اللي انا قلت ان هو 16، خلاص هقيس المسافه دي 16 ودي 16 واقفل البلوك بتاعي. وطبعا لازم تعرف ده خط اسقاطه خط، لازم يبقى هنا مستوى مغلق، يعني ايه خلاص او مستطيل. خط اسقاطه خط يديني مستطيل، طبعا لو ده زي ده يديني مربع، اما ده خلاف ده هيديني ايه مستطيل، ادي المستطيل. وهنا خط اسقاطه خط يديني مستطيل. طيب الدايره دي هتعامل معاها او نص الدايره دي هتعامل معاها ازاي؟ طبعا احنا عارفين من الاسقاطات ان الدايره بتبان في مسقط بشكلها الحقيقي دايره، في المسقطين التانيين بتبان مستطيلات. طبعا المستطيل ده دي نص دايره، فين المستطيل بتاعها؟ المستطيل بتاعها من اول هنا لحد هنا. امال هي في الجنب هنا ليه خط نقط؟ علشان كان باصص عليها من الناحيه دي، اما لما يجي يستنتج الافق هو بص عليها من فوق، وبالتالي انا دلوقتي هستنتج الدايره اللي قدامي مستطيل، بس المستطيل بتاعي لما كنت ببص من هنا كان المساحه بتاعته اللي هو ارتفاع نص الدايره اللي هو ايه نص القطر، اما لما تيجي تبص من فوق هتلاقيه بالقطر كامل، وبالتالي هتروح برضو جايب الخط ده جايب رسم خط اهو من اول الدايره خط كده تاني خط كده. انا طبعا ما نزلتش ليه؟ لانه واضح ان هي لسه برضو في المسافه بتاعت ال 16 هي نفسها اهي، فانا دايما كل شغلي هنا هنزل خط من هنا وهنزل خط من هنا. المسافه دي تساوي كام؟ تساوي القطر بتاع الدايره. هعمل ايه؟ لازم تقفلها خلاص، تقفل ان هي ايه مستطيل. نرجع ناخد الخط تاني ونقفل المستطيل بتاعنا، ويبقى انا كده عملت اول جزئيه في الرسمه اللي كاستنتاج. كده انا هقفل ده ويبقى ده خلاص انا استنتجت كل الجزئيه اللي موجوده هنا. يبقى انا خدت الخط الافقي ده وخدت الافقي ده، وبرده الدايره انا خدتها لانها مقابلاني. فاضل الخط الافقي موجود فين يا شباب التاني؟ الخط الافقي اللي واخد الرسمه من اولها لحد اخرها ده فين بقى استنتاج؟ فين اسقاطه في المسقط الجنبي؟ هلاقيه هنا مكمل بعد ال 16. طب هي 16 كانت فين؟ 16 كانت من هنا لهنا، هو مكمل بعد ال 16 لحد الاخر، يبقى يكمل من هنا لحد هنا. يبقى المسافه دي كلها كده هي نفسها دي، دي مين؟ دي 16، واللي بعدها اللي هي خلاص 36 او 38 مش واضحه، ناقص مين؟ ال 16. يبقى انا دلوقتي الخط ده هتعمل له اسقاط من اول هنا لحد هنا، بس انا مش عارفه اذا كان هنا ولا هنا ولا هنا. مين اللي حدد لي الجنبي؟ اجي ابص على الجنبي الاقيه المسافه دي. طب المسافه دي لما تيجي تلفها تلفها منين؟ النقطه دي اجي الفها من تحت وتاخد البعد ده بالبرجل بتاعك هيوصل لحد هنا ويقفل ايه مستطيل، لان خط اسقاطه خط يديني هنا مستطيل. وطبعا خلاص لما انت بتبص من فوق من هنا ومن هنا فانت شايف مين؟ شايف الجزء ده، فعشان كده المستطيل كله شايفه. وكمان الدايره دي وانا باصه من فوق انا شايفها، فانا دلوقتي ايه اللي فاضل عندي من الخطوط الافقيه؟ انا ما خدتهاش، انا خدت ده وخدت ده وخدت الدايره وخدت الخط الافقي ده، فاضل الخط الافقي ده. الخط الافقي ده باين ان هو 16 والدايره دي كام؟ 20. 16 تبقى اقل من 20 المفروض يبقى موجود جوه. طيب بنفس الطريقه انا هبص من فوق عليه، بس لما تيجي تبص كمان من الجنبي هتلاقيه هنا خط منقط. ليه خط منقط؟ لان هو متداري ورا ده وده. طب انا لما هبص من هنا ما هو يفضل متداري، وبالتالي اسقاط النقطتين دول او الخط ده هبدا من النقطه دي بالنقطه دي هيبقى خطين منقطين هنا، خطين منقطين هنا. من فين لفين يا شباب؟ من اول الرسمه لحد اخرها، يعني من اول هنا لحد هنا. يعني انا دلوقتي مجازا انا ما عنديش هنا خطوط منقطه، هفترض انكم انتوا عارفين ان انا هرسم خط منقط. هبدا كده اهو خط منقط من هنا كده جوه لحد ايه؟ لحد الاخر. ده ايه خط منقط يا شباب؟ هو يظهر معلش يا سليم انتوا تبقوا عارفين ان هو خط منقط. وممثل ليه كمان ايه هنا برضو؟ ده خط ايه؟ هيبقى خط منقط. ماشي كده. ليه انا جبته من الاول للاخر؟ لان هو اسقاطه في الجنبي واخد من الاول لحد الاخر. طبعا ده هيبقى خط منقط. انا دلوقتي هجيب لك الرسمه اللي انت عاوزها، الاجابه بتاعتها الاجابه السليمه اهيت. تعال نشوف اللي احنا عملناه اهو. ده خلاص الرسمه ادي تاني بسرعه كده، احنا عملنا اسقاط للخط ده، الخط ده عملنا له اسقاط
خط من هنا وخط من هنا، وجبنا ال 16 دي اهي، ال 16 الارتفاع ده، ونفس الحكايه الخط الافقي ده من هنا لهنا، والارتفاع بتاعه ده جبناه منين؟ من الجنب، ادي ال 16 وقفلنا المستطيلين. فاضل الدايره، ادي الدايره من هنا لهنا، القطر بتاعها طبعا المسافه دي معلومه انا عملت لها اسقاط، اما العرض بتاعها جبته منين؟ من لان اسقاطها خط منقط وهو برضو 16، فعشان كده دي كلها قفلت. نيجي بعد كده خدنا الخط ده، الخط الافقي ده، قلنا اسقاطه من اول هنا لحد هنا، بس العرض بتاعه بعد ال 16، يعني بعد ال 16 هتبدا تاخد المسافه دي وقفلت المستطيل بتاعك. نيجي للخط الافقي ده، لما تيجي تبص من فوق المفروض ان هو يبقى متداري هنا وبرده متداري، خلاص لو انت تابعت من مسقط الجنبي ادي، خلاص تيجي تبص عليه من فوق تعمل اسقاط لخط النقط من اول لاخر، وخط النقط من اول لحد الاخر. طبعا المنظور مرسوم خلاص فوق علشان يوضح لك الرسمه، في الفيديو التاني ان شاء الله هوضح لك ازاي ترسم المنظور ده وتحط الاماكن بتاعتك صحيحه، علشان اي اختلاف في الاماكن بيضيع عليك درجه المنظور كلها. بالتوفيق يا شباب.